قانون فاراداي في الحث الكهرومغناطيسي، تمارين ومسائل. الصف 12 متقدم، المادة فيزياء. قانون فاراداي في الحث الكهرومغناطيسي، دلتا V induced وتساوي سالب N d phi على dt، وبالتعويض عن phi التدفق المغناطيسي يصبح القانون دلتا V induced يساوي سالب N d على dt لA B كوساين ثيتا. إذا كان المجال المغناطيسي هو المتغير والمساحة والزاوية ثابتان، إذا نستخدم القانون 9.9. إذا كان الزاوية والمجال ثابتان والمساحة هي المتغير بالنسبة للزمن، نستخدم القانون 9.10. إذا كان المجال والمساحة ثابتان والزاوية هي المتغيرة، نستخدم القانون 9.11 لإيجاد فرق الجهد المستحث. تذكر عزيزي الطالب، إذا كان المجال المغناطيسي B عمودي على الملف، فإن الزاوية بين المجال المغناطيسي والعمود على المساحة مساوية للصفر، إذن التدفق المغناطيسي يكون له القيمة العظمى فاي بي تساوي بي اي كوساين الصفر وتساوي بي اي. إذا كان المجال المغناطيسي موازي للمساحة، فإن الزاوية بين المجال المغناطيسي والعمود على المساحة مساوية للتسعين الدرجة، وبالتعويض عنها في القانون بي اي كوساين تسعين، كوساين التسعين يساوي صفر، إذن التدفق المغناطيسي يساوي صفر، وهي أقل قيمة للتدفق المغناطيسي. تدريب ملف لولبي، عدد لفاته 200 لفة ومساحة مقطعه العرضي 60 سنتيمتر، يتضمن مجالا مغناطيسيا يبلغ 0.60 تسلا على طول محوره. إذا كان المجال محتجزا داخل الملف اللولبي ويتغير بمعدل 0.20 تسلا لكل ثانية، فسيبلغ مقدار فرق الجهد المستحث في الملف اللولبي A 0.0020 فولت أم 0.02 فولت أم 0.001 فولت أم 0.24 فولت. نلاحظ هنا عزيزي الطالب أنه لدينا عدد اللفات 200 لفة، المساحة 60 سنتيمتر سكوير، المجال المغناطيسي 0.60 تسلا، المجال على طول المحور، إذن الزاوية صفر، ولدينا معدل تغير المجال dB على dt 0.20 تسلا لكل ثانية. الحل، نستخدم القانون دلتا V induced يساوي سالب N d phi على dt، وبتعويض رموز القانون سالب N فاي تساوي A B كوساين ثيتا. هنا المتغير المجال المغناطيسي، لأن السؤال أعطى معدل تغير المجال المغناطيسي dB على dt، إذن بتعويض الأرقام سالب 200 times 60 times 10 to the power minus 4 times كوساين 0 times معدل تغير المجال المغناطيسي 0.20، نجد فرق الجهد المستحث 0.24 فولت. إذن ستكون الإجابة 0.24 فولت، وقد استخدمنا القانون سالب NA كوساين ثيتا dB على dt، لأن المتغير هنا المجال المغناطيسي، وقد حددنا المتغير من خلال معدل التغير الذي تم إعطاؤه في المعطيات dB على dt تساوي 0.20 تسلا لكل سكند، إذن المجال يتغير مع تغير الزمن. قانون التيار المستحث، I تساوي دلتا V induced مقسومة على R. I التيار المستحث، دلتا V induced فرق الجهد المستحث، R المقاومة الكهربائية. لإيجاد I نستخدم قانون أوم، التيار يساوي فرق الجهد مقسوما على قيمة المقاومة الكهربائية. تدريب
يحتوي ملف مكون من 8 لفات على حلقات مربعة يبلغ طول ضلعها 0.200 متر ومقاومتها 3 أوم، يوضع في مجال مغناطيسي يصنع زاوية قدرها 40 ديجري مع مستوى الحلقة. إذن عليك عزيزي الطالب أن تجد الزاوية بين المجال والعمود على الحلقة، لأن هذه الزاوية بين المجال ومستوى الحلقة. يختلف مقدار هذا المجال مع الوقت وفق المعادلة b تساوي 1.5 t cubed، حيث يقاس t بالثانية و b بوحدة التسلا. ما مقدار التيار المستحث في الملف عندما يكون الزمن يساوي 2 second؟ السؤال أعطى الزاوية مع مستوى الملف، ولكن علينا إيجاد الزاوية مع العمود على مستوى الملف. لهذا الزاوية المطلوبة في القانون تساوي 90-40 وتساوي 50 degree، ومن ثم نستخدم القانون delta V induced تساوي سالب d phi على dt، وبتعويض رموز التدفق المغناطيسي NAB كوساين ثيتا، وبإخراج الثوابت للخارج خارج المشتقة سالب NA كوساين ثيتا، جميعها ثوابت، المجال فقط هو المتغير هنا، وحددنا المتغير لأن السؤال أعطى المجال على شكل دالة 1.5 t cubed. الآن نشتق هذه الدالة 1.5 t cubed، عند اشتقاقها تصبح 4.5 t square. الآن نعوض عن المساحة A بمساحة مربع الضلع مضروب بالضلع فيصبح L square. إذن يصبح قانون فرق الجهد المستحث يساوي سالب N L square مضروبة ب cosine 50 مضروبة ب 4.5 t square. لإيجاد قيمة التيار نقوم بقسمة فرق الجهد المستحث على قيمة المقاومة. طبعا نأخذ فرق الجهد المستحث بالقيمة المطلقة لأن التيار سيكون موجبا، وبتعويض الأرقام نجد قيمة التيار وتساوي 1.23 أمبير. تدريب: حلقة فلزية مستطيلة الشكل طولها 4 سنتيمتر وعرضها 2 سنتيمتر، يمر عبرها مجال مغناطيسي بوحدة التسلا عموديا على سطحها، ويتغير مع الزمن وفق المعادلة B تساوي 7T سكوير. ما مقدار فرق الجهد المستحث في الحلقة عند T تساوي 5 سكند؟ الحل: لدينا L تساوي 4 سنتيمتر، وبتحويلها إلى المتر نضرب B 10 to the power minus 2 فتصبح 4 times 10 to the power minus 2 متر. العرض يساوي 1 سنتيمتر وبتحويله إلى المتر، ويساوي 2 times 10 to the power minus 2 متر. المجال المغناطيسي يتغير وفقا للدالة B تساوي 7 t square. علينا إيجاد فرق الجهد المستحث عند الزمن 5 second. الزاوية تساوي صفر لأن المجال عمودي على المستوى. إذا كان المجال عمودي على المستوى فإن الزاوية بين المجال والعمودي على السطح تساوي صفرا. باستخدام القانون delta V induced تساوي سالب A كوساين ثيتا dB على dt، لأن المتغير هنا المجال المغناطيسي. وطبعا لم نعوض عدد للفات لأنها لفة واحدة فقط، حلقة واحدة فقط. بالتعويض عن المساحة سالب L ضرب W الطول مضروبا بالعرض كوساين الصفر مضروبا ب D على DT ل 7T سكوير. الآن نشتق 7T سكوير بالنسبة للزمن فتصبح 14T، وبتعويض الأرقام جميعها نجد قيمة فرق الجهد المستحث وتساوي minus 0.056 فولت. تدريب: في الشكل المجاور ينخفض المجال المغناطيسي الذي يجتاز الدائرة الكهربائية بمعدل 150 تسلا لكل سكند. احسب شدة التيار المار في المقاوم خلال انخفاض المجال المغناطيسي. لدينا حلقة مربعة الشكل طول ضلعها 12 سنتيمتر، المقاومة 10 أوم. لدينا هنا شيء إضافي، بطارية 4 فولت. المجال المغناطيسي عمودي نحو الداخل على الحلقة، إذن الزاوية صفر.
الآن لإيجاد التيار علينا إيجاد فرق الجهد المستحث في البداية ومن ثم نجد التيار المستحث. الحل: نستخدم القانون دلتا V induced تساوي سالب دي فاي على دي تي وتساوي سالب دي اي بي كوساين ثيتا على دي تي. نقوم بإخراج جميع الثوابت خارج القانون خارج المشتقة. إذا نخرج A وكوساين ثيتا للخارج لأنهما ثابتان هنا، فيصبح القانون سالب A كوساين ثيتا دي بي على دي تي. السؤال أعطى معدل انخفاض المجال، لهذا سنعوض 150 بالسالب فتصبح minus 150. بتعويض الأرقام مساحة الحلقة حلقة مربعة الشكل، لهذا نقوم بضرب الضلع مرتين، الضلع مضروب بالضلع، إذا 0.212. طبعا قمنا بتحويلها إلى المتر، 0.12 times 0.12 مضروبة بكوساين الصفر يساوي 1 لأن المجال عمودي على الحلقة. إذا الواحد هنا بدل كوساين الصفر times minus 150. وضعنا إشارة السالب هنا لأن السؤال وضح أن المجال ينخفض بمعدل، إذا فرق الجهد المستحث ويساوي 2.16 فولت. الآن لإيجاد التيار المستحث، عزيزي الطالب لا تنسى أن هناك بطارية إضافية في الدائرة، لهذا نقوم بإيجاد فرق الجهد الكلي بطرح فرق جهد البطارية ناقص فرق الجهد المستحث. إذا 4 minus 2.16 مقسومة على 10 التيار الكهربائي ويساوي 0.18 أمبير.